موجود ربنا معانا. يخليك، سعيد بوجودي معاكم. ميرسي خالص يا دكتور. خلينا في البدايه للناس اللي مش عارفه معلومات طب علميه، طبيه وعلميه. احنا عارفين بروستاتا ورجاله بتشتكي منها وكده، ولكن عايزه افهمها منك بصوره علميه اكتر. هي طبعا غده البروستاتا غده يعني هي موجوده في الرجاله بس مش موجوده في السيدات، يعني ناس كتير طبعا ما بتبقاش عارفه هل هي مثلا خاصه بالرجاله بس ولا خاصه بالسيدات. فهي غده ذكوريه وزنها حوالي من 15 ل 20 جرام، دي طبعا بتكون يعني اسفل قاعده المثانه وبتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول. طبعا البروستاتا لما بتتضخم بتحصل فيها، طبعا ده مع السن، معظم الناس بيحصل تضخم في البروستاتا، طبعا ده عامل سن زي الشعر الابيض كده مع التقدم في العمر بيحصل ان البروستاتا نفسها حجمها بيزيد، بتضغط على مجرى البول وبالتالي بتؤدي الى اعراض البروستاتا. طبعا انا يعني انا البروستاتا طبعا من الجزء المهم جدا بصراحه في البرانش بتاعنا كجزء اللي هو المسالك البوليه وامراض الذكوره، لان هي بتميزنا قوي، لان ما فيش حد او في طبعا زي حضرتك عارفه طبعا معظم التخصصات التانية بيبقى فيه نقطه ترابط او نقطه اتصال ما بين البرانش ده والبرانش ده، صح. لكن البروستاتا هي بتميز الدكاتره اللي هم دكاتره المسالك البوليه بالاضافه لامراض الذكوره، لان بعض الناس لما بتيجي تكشف ما بيبقاش عنده مثلا اعراض، في ناس بيجي ضعف انتصاب، بيجي معاه سرعه قص، بيجي مشاكل ضعف جنسي وبيصاحبه اعراض البروستاتا. يعني دايما لما باجي اسال المريض هل في شكوى تانية، لازم يقول في شكوى تانية، مشكله في البول، مشكله في التقطع في البول. كل دي طبعا المريض طبعا عايز علاج لكل حاجه، مش عايز علاج مثلا للضعف بس لوحده، صح. او مشكله القصف لوحده، لا هو عايز علاج طبعا لكل حاجه. فطبعا هي غده وظيفتها ان هي مسؤوله عن افراز السائل المغذي للحيوانات المنويه، بالاضافه طبعا انها ليها وظيفه ميكانيكيه بتساعد طبعا في تدفق البول. البروستاتا طبعا لما بيحصل فيها التهابات او بيحصل فيها تضخم بيبدا الاعراض تظهر على المريض. طيب خليني يعني لو انا شخص قاعد في حالي اهو وما اعرفش ان انا عندي مشكله بروستاتا، طبعا انا بتكلم عن الرجاله، ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليا على طول؟ المؤشر يروح ان انا لا لازم اروح اكشف، لان احنا عارفين يا دكتور ان في اعراض كتير قوي بتبقى مشابهه لبعض. طبعا الاعراض طبعا مهمه جدا، ده سؤال مهم قوي، لان معظم الناس طبعا لما بيجي له الاعراض دي بيبدا يشتكي وبيبدا في ناس كمان بتتجاهل الاعراض، يعني في طبعًا. ناس كتير جدا بيبقى عنده عرض معين ساعات بيفتكر ان ده طبيعي. فطبعا الاعراض انا يعني بحب اقسمها لحاجه اسمها اعراض تهيج في المثانه، حاجه اسمها اعراض انسداديه، يعني حصل سدد في البول وبالتالي المريض بدا يشتكي، او يكون في مرحله المضاعفات، يعني ساعات بعض المرضى بيجي لي في مرحله المضاعفات. اعراض تهيج في المثانه، المريض ممكن يشتكي طبعا بحرقان في البول، المريض بيدخل حمام كتير وبالذات بيبقى بالليل، يعني تلاقي المريض دايما يقول لك يا دكتور انا بالليل ما بلحقش 10 دقايق، انام شويه على المخده الحق اروح الحمام، يتبول شويه بول بساط او صغيرين جدا وبعد كده يرجع نفس السيناريو. وما بيلتفتش ان دي بروستاتا، ممكن يقول لك سكر، ناس بتفتكر ان هي املاح. املاح. بالظبط كده، يقول لك دي املاح، حاجات يعني.